منظومة تحفة الأطفال والغلمان في علم التجويد للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمانه والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كانا بكلمة فلا تدغمك دنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقن ضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين: وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء
فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، والثاني إدغام بمثلها أتى. وسمه إدغاما صغيرا يا فتى، وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية، والثالث الإظهار في البقية. من أحرف وسمها شفوية، من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لقربها والاتحاد فاعرفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف، للام الحالان قبل الأحرف. أولاهما إظهارها فلتعرفي، أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه، قبل أربع مع عشرة خذ علمه. من إبغ حجك وخف عقيمه، من إبغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع، ثانيهما إدغامها في أربع. وعشرة أيضا ورمزها فعي، وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام لولا سمها قمرية، واللام لولا سمها قمرية. واللام الأخرى سمها شمسية، واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا، وأظهرن لام فعل مطلقا. في نحو قل نعم وقلنا والتقى، في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق، إن في الصفات والمخارج اتفق. حرفان فالمثلان فيهما أحق، حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا، وإن يكونا مخرجا تقاربا. وفي الصفات اختلفا يلقبا، وفي الصفات اختلفا يلقبا. متقاربين أو يكون اتفقا، متقاربين أو يكون اتفقا. في مخرج دون الصفات حققا، في مخرج دون الصفات حققا. بالمتجانسين ثم إن سكن، بالمتجانسين ثم إن سكن. أول كل فالصغير سميا، أول كل فالصغير سميا. أو حرك الحرفان في كل فقل، أو حرك الحرفان في كل فقل. كل كبير وافهمنه بالمثل، كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد، والمد أصلي وفرعي له، والمد أصلي وفرعي له. وسم أولا طبيعيا وهو، وسم أولا طبيعيا وهو. ما لا توقف له على سبب، ما لا توقف له على سبب. ولا بدونه الحروف تجتلب، ولا بدونه الحروف تجتلب. بل أي حرف غير همز أو سكون، بل أي حرف غير همز أو سكون. جاء بعد مد فالطبيعي يكون، جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على، والآخر الفرعي موقوف على. سبب كهمز أو سكون مسجلا، سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها، حروفه ثلاثة فعيها. في لفظ واي وهي في نوحيها، في لفظ واي وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم.
شرط وفتح قبل ألف يلتزم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها الياء وواو سكنا، واللين منها الياء وواو سكنا. إن انفتاح قبل كل أعلنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد، للمد أحكام ثلاثة تدوم، للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد، فواجب إن جاء همز بعد مد. في كلمة وذا بمتصل يعد، في كلمة وذا بمتصل يعد. وجائز مد وقصر إن فصيل، وجائز مد وقصر إن فصيل. كل بكلمة وهذا المنفصيل، كل بكلمة وهذا المنفصيل. ومثل ذا إن عرض السكون، ومثل ذا إن عرض السكون. وقفا كتعلمون نستعين، وقفا كتعلمون نستعين. أو قدم الهمز على المد وذا، أو قدم الهمز على المد وذا. بدلك آمنوا وإيمانا خذا، بدلك آمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا، ولازم إن السكون أصلا. وصلا ووقفا بعد مد طولا، وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم، أقسام لازم لديهم أربعة، أقسام لازم لديهم أربعة. وتلك كلمي وحرفي معه، وتلك كلمي وحرفي معه. كلاهما مخفف مثقل، كلاهما مخفف مثقل. فهذه أربعة تفصل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع، فإن بكلمة سكون اجتمع. مع حرف مد فهو كلمي وقع، مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي الحروف وجدا، أو في ثلاثي الحروف وجدا. والمد وسطه فحرفي بدا، والمد وسطه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أدغما، كلاهما مثقل إن أدغما. مخفف كل إذا لم يدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول السور، واللازم الحرفي أول السور. وجوده وفي ثمان انحصر، وجوده وفي ثمان انحصر. يجمعها حروف كم عسى النقص، يجمعها حروف كم عسى النقص. وعين ذو وجهين والطول أخص، وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف. فمده مد طبيعي ألف، فمده مد طبيعي ألف. وذاك أيضا في فواتح السور، وذاك أيضا في فواتح السور. في لفظ حي طاهر قد انحصر، في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر، ويجمع الفواتح الأربع عشر. صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. وتم ذا النظم بحمد الله، وتم ذا النظم بحمد الله. على تمامه بلا تناهي، على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لذي النهى، أبياته ند بدا لذي النهى. تاريخها بشرى لمن يتقنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا، ثم الصلاة والسلام أبدا. على ختام الأنبياء أحمدا، على ختام الأنبياء أحمدا. والآل والصحب وكل تابعي، والآل والصحب وكل تابعي. وكل قارئ وكل سامعي، وكل قارئ وكل سامعي.